وأن ينفع بهن على كل شيء قدير. ثم في أي مجلس أوصيكم وأوصي نفسي بالدعاء لجنودنا المرابطين على الحدود الذين بفضل الله ثم بفضلهم أمنا في هذا المجلس وفي منازلنا وفي بلدنا. يا سلام. هم على النار الحمراء وعلى الموت الحمر وحنا على الراحة والرخاء والرفاهية. نسأل الله أن يثبت أقدامهم وينصرهم ويسدد رميهم يا سلام ويشد أزرهم ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. المشاركة الحقيقة أن القناة مباركة والسامعين كذلك وإن شاء الله. الله يبارك فيهم من يسمع. آمين. وهي فرص في بعض القنوات أنه يذكر بعض العلوم الطيبة اللي تدور في المجتمع. يا سلام. عندنا مبادرة سواها الأستاذ جلعود القحطاني هي مبادرة لا مزايدة في الرقاب أو المزايدة في الرقاب أو ما أشبه ذلك في الديات. تاز. وكبت هذه المبادرة بقصيدة ونسأل الله أن ينفع بها. آمين. وأن يكتب أجر من استفاد من هذه ثم أنه عفى بدون أي مقابل. الله. هذا العفو اللي يسمى عفو عند الله ثم عند خلقه. أما العفو بأخذ الأموال الطائلة وتحميل الناس ما لا طاقة لهم فهذا بيع وشراء. ونسأل الله أنه يعافينا ما أصابهم. مصيبة والله. سوينا قصيدة والحقيقة أن القصيدة إن شاء الله أنها تحوز رضاكم ورضاء المستمعين. جزاك الله خير. وأقول فيها: يا أهل العفو واكتسيتوا لباس الطيبين، فعلكم قذاع فوق البسيطة واعتلى، اغتنمتم واكتسبتم من الفعل السمين، في الحياة وبعدها عند ربي في رضا، من عفا واصلح بيبقى على مر السنين، في الحياة وبعدها عند ربي في رضا، من عفا واصلح بيبقى على مر السنين، بذكرها الطيب يعيش وتقدر هالملا، وانكتب في صفحة المجد فعل الغانمين، وكل غانم من فعوله تعلى للعلا، والله انكم بين خلق الله من الفائزين، والرضا من خالق الكون وهو كل المنى، ومن طلب مال فلاه من اللي معتقين، وخاسر من باع دار البقاء واخذ الفنا، وخاسر من باع دار البقاء واخذ الفنا، يا لبيب العقل حكم ضميرك يا فطين، واعرف ما تفعل الخلق له يوم ولقى، نطلب المعبود ونساله به نستعين، يصلح احوال البشر وانه يكفينا الشقاء، العفو اسم من اسماء رب العالمين، وطاب فال اللي له العفو سيفه وعلما، والصلاة الفن على خير كل المرسلين، عد ما ينبت في الأرض وما تنشي السماء. سلامتكم. صح بدنكم من يسمع. حسانك والله. أنا سمعت أيضا أنك ما شاء الله شاعر وراوي، عندك بعض القصص ولا شيء نستفيد منها؟ والله القصص هي تراسل.